ورقه حساب التي تمت سرقتها من الملك، ونتحداهم يجبدوها. دابا راه جبت انا واحده من المشكل اللي عندي في برشيد هو انه عندي قرار نهائي حائز لقوه شيء مقدميه صادر في الحبوس. ها هو حبوس ديالنا، عدد هو عدد 313، صحيفه 138، كناش الاملاك 11 ل 1941، اللي المحبس المرحوم عمر بن قاسم الحريزي الفقري العلالي. وهاد الحبوس في الاراضي، مجموع الاراضي الماليه ديالو 105 هكتارات في 7 البقاع. هذيك الحكم، هذاك القرار النهائي تم تزوير صوره النسخه التنفيذيه ديالو باش التزوير. حنا درنا شكايه على التزوير، وتمت فيها التزوير. هذه التزوير تمت فيها المتابعه ديال المتهمين، تمت فيها المتابعه واللي تحالت على القاضي التحقيق، اللي صدر فيها امر بسقوط الدعوه العموميه في الزور للتقادم، وعدم المتابعه للاستعمال لانكار المتهمين. مادام الزور كاين، النيابه العامه هذا المحامي ديالي ما دارش لي المطالب المدنيه حسب قوله، ما النقيب ما عطاهش الاذن لانه من هيئه وحده. النيابه العامه استنفت الشق الثاني اللي هو الاستعمال، واستدرت الغرفه الجنحيه قرار، هو القرار اللي صدرته الغرفه الجنحيه تأييد امر قاضي التحقيق، لانهم هنا وحيث ان الغرفه وبالنظر الى ما اليه هنا لم تجد دلائل قويه لاستعمال هذا المحرر الرسمي المزور. فالصك ديال طلب النقد جاء فيه طلب نقد القرار ديال الغرفه الجنحيه بجميع مقتضياته، ولكن في المذكره كان هنا تغيير ديال الامر ديال قاضي التحقيق، ولا كيدير بان الامر كيتكلم على الامر ديال قاضي التحقيق انه كيتكلم في عدم المتابعه في الزور لانكار المتهمين، وهذا ماشي سمعنا. وحنا هذا اللي جعلنا دابا كندير نداء من هنا للسيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه مباشره، لان راه كاين تعسفات كبيره على هذا الملف، والحبوس راه صادر فيه قرار نهائي حائز لقوه شيء المقدمي. والوالد ديالي كان داير طلب ديال التصفيه سنه 1987، من 1987 وصدر فيه قرار وزيري ديال الاوقاف في سنه 1990، العدد ديالو 172 للتصفيه. وكل ما كانت دائما مناورات على باش يحاولوا باش ما تكونش التصفيه ديال هاد الحبوس بمحاولين كيبيعوا ارض هنا، كيبيعوا كاين ملكيه مزوره تم راها في الطعن. وشنا هو المشكل ديالنا حنا دابا؟ وهو الزور ها هو ثابت، وكيف كيتصدروا ملفات على ان ليس هناك زور. كنقول لك انا تكلمنا في حبوس، حبوس صادر فيه قرار نهائي لا يمكن باش يدر شي حاجه فيه، ما يمكنش باش يبقى يعاود يكون فيه شي حاجه. هذا درنا فسميتو دايرين لنا صعوبه بان ما كاينش الزور، كان بليو بما يفيد، ولكن كاين مراوغات. علاش هذا الشيء؟ العطاب اللي عندنا حنا وهو ان كاين محامي من الاطراف المطلوبه في التنفيذ بهيئه الدار البيضاء، والمحامي بهيئه ستات برشيد، كتكون هنا تعاطف وداك الشيء، وبقينا غاديين في هذا. وهذا هو اللي كنطلب من السيد وزير الاوقاف التدخل، لان هناك ملفات راها دازت
دازت هكاك بطريقة ملتوية بحال الشكاية المباشرة اللي دارتها النظارة ديال وزارة الأوقاف عن الزور، عن استعمال قرار مبني على الزور. وحنا كنا بغينا باش الأستاذة اللي عندنا تنوب في هذا سميتو وأحد الموظفين بوزارة الأوقاف رفض لينا، رغم أنني أنا اللي كنخلص المصاريف وهذاك الشيء كيهمنا حنا أكثر، لأن حنا المحبس عليهم ووزارة الأوقاف عندها حتى هي النصيب ديالها. ولكن في هذه الحالة جبرت شوية هنايا من بعد قال لي إذا غدت إذن بأن الجلسة غدا تكون بسميته بمذكرات، وصدقنا في الأخر جابوا محامي رافع في الجلسة، وحنا دروك الملف وحنا المحامية ديالنا ما قدش تدخل لأن ما عندهاش الإذن حتى الأخر. حتى ملي نط أنا درت طلب ديال مقابلة مع سيد الوزير وشفت سيد المدير ديال السويس عاد باش عطاه قال لك خاطر دخلت دابا دارت مذكرة والملف اللي هو فيه هذا العطاب هذا وهو موجود الآن في النقد، العدد ديالو 11931 على 23 راه فيه كل شيء تخلويط كاين في هذا الملف هذا كاين هذا. وكاين واحد اخر لارض مبيعه بالملايير طلبنا الفسخ ديالها، علاش؟ لوجود زور ولوجود زور لان القرار صادر نهائي في حبوس هذا كان داز بالسطات وبقى. وحنا شفنا القرار يعني داز بواحد الطريقه كيتنكروا للزور، علاش كيتنكروا للزور؟ كيستندوا على هذيك المذكره اللي صدر عليها الزور، القرار ديال الزور اللي كان لان طلب النقد فاش في الاستعمال. ولكن ملي مشى هو كيطلب هذا النائب هذا كيطلب نقد القرار في الزور راه في النقد ما دوزوهاش، قال لي بان مبهمه ملي مشيت تما قال لك هذا الاستعمال ماشي الزور، هذا رجعوا لكم الزور. وفعلا هذا هو العطاب اللي عندنا، وكنطلب من السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه باش يتدخل مباشره. الملف التنفيذي ديالنا هو 83 على 58 بابتدائيه برشيد، راه كاين طلبنا فيه رفع الصعوبه، ولكن دائما كيعكدوا بان راه ما كاينش الزور. وحنا دابا انا دابا نتحدى اي واحد يجيب لي قرار من القرارات اللي صادرين حكم او قرار يجيبوا لي ماشي مبني على الزور. انا كنتحداه دابا باي وقت يجيبوا وانا مستعد نجاوبوا. وهذا هو اللي طولت القضيه ديالك في المحاكم. في المحاكم غير لينا حنا راه طولت اكثر من 34 سنه، اما الوالد ديالنا هذاك ما كانش يعرفش هذاك ملي كان في التنفيذ كيقول لك حقه مالو بقى ساكت ما دارش. واش انتم درتوا محاسبه ضده؟ داروا لي محاسبه ضده، هو غادي في سميتها تولى دايرين لي محاسبه بان الوصي كيتسالوا هي شحال تاع الاملاك، شحال ديال الاملاك وشحال دايرين لي بانه الوصي راه كيتسالوا في ايوا ما كيعرفش. ملي شاف هكاك حاز امر ديالو الله وخلاه، ملي النهار اللي جبرنا حنا الحكام راه حنا طلبنا مواصله ديال التنفيذ ديالو. ودابا انا كنتوجه للسيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه مباشره لنقد هاد باش ينقد هاد الحبوس هذا، راه الملف ديالو كاين في قسم المنازعات وكاين في قسم الاستثمار، كاين الملف ديال التصفيه وراه هو يعني ما كاين حتى شي مانع اللي باش يصفيو هاد. يقول لك راه باش يقولوا بان في المحكمه كل ما هي كاينه في المحكمه راه زايده، علاش؟ لان كل من جا من وراء هاد القرار هذا 891 اللي صادر في الحبوس نيت راه ما، وكاين بعض الاطراف اللي جات باش سميتو ها هو هذا رسم خارج عام 1956 ها هو هذا خرجوا احد عمامنا اللي تخلى على
على هذاك خاض شي حوايج اخرى وخلى. اذا في المجموع شحال من عام والقضيه في المحاكم؟ من الفتره ديال الوالد ديالك 63 سنه، قول 65 سنه. 65 سنه بدات ابتدائيا. فبدات ابتدائيا فتحكم في 58 ابتدائي. 58 اي والستين في عام 1960 نهار 10 مارس 1960 كان خاصو تنفيذ، ولكن النهار اللي جينا حنا كيف التزوير دابا ملي جبرنا التزوير كيتلوعوا عندنا من ادروات على كوش. لا دابا لا دابا انا لا انا كنتوجه للسيد وزير الاوقاف للتدخل في هذا وياه سي توفيق، لان هذا الحبوس هذا اذا ما دخلتش الاوقاف باش ناخذوا راهم كاين تلاعبات وكاين بزاف ديال التدخلات. علاش؟ لان الاراضي ساويه الثمن، كل واحد باغي يجي يدير يدو، انا نحبس هنا انا نحبس هنا. الملفات السرقه ديال الوثائق، سرقه الوثائق. انا داير دابا التقييد الاحتياطي وما يبعدش بان غادي نجبر شي حاجه، لان كيزوروا كي